ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ماسك حلو جدا، هيفتح البشره وهيشد البشره ويعالج التجاعيد، وكمان لو عندك تصبغات حلو جدا للتصبغات، وكمان هيرطب البشره. يلا بينا نبدا ونشوف اول مكون معايا. اول مكون معايا بنات هيكون معلقه من البن زي ما احنا شايفين كده، او معلقه من القهوه. هضيف عليها معلقه من جل الصبار او جل الالوفيرا زي ما احنا شايفين. هقلبهم كويس جدا مع بعض. قلبناهم يا بنات كده مع بعض بالشكل ده، وبعد كده هضيف لهم معلقه من دقيق الرز او مطحون الرز. طبعا بتجيبي شويه رز وتغسليهم وتنشفيهم كويس وتطحنيهم، وبعد كده بتصفيهم لحد ما تاخدي البودره الناعمه بتاعتهم دي. هقلبهم كويس جدا مع بعض، بس هضيف عليهم كمان معلقه من ميه الورد. لو عندك زبادي ضيفي او عندك حليب بينفع بدل ميه الورد. هقلبهم كويس وهنشوف دلوقتي شكلهم هيبقى عامل ازاي. خلاص يا بنات كده قلبنا المكونات مع بعض، وهو ده الماسك بتاعي. هستخدمه ازاي؟ طبعا على بشرة نظيفة هتاخدي الماسك وتفرديه على بشرتك وعلى رقبتك وكمان على ايديكي، وتسيبيه لحد ما ينشف يعني حوالي تلت ساعة كده، وبعدين تفركيه بحركات دائرية. مع الفرك ده يا بنات هتلاقي كل الجلد الميت الموجود، لو عندك شوائب في البشرة ان شاء الله كل الحاجات دي هتتشال. وبعد كده على طول هتغسلي بشرتك بميه فاتره، وبعدين بميه بارده او مكعبات تلج مشيها على البشره، ورطبي بشرتك باي كريم مرطب موجود عندك. الماسك ده حلو جدا، القهوه فيها مضادات اكسده ضد التجاعيد، وكمان الرز بيفتح وبيشد البشره، وجيل الصبار بيرطب البشره وبيعالج التجاعيد، وميه الورد حلوه جدا للبشره. بتمنى ان الفيديو يعجبك. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشيريه لصاحباتك علشان يستفيدوا منه. لو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. اتمنى اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.